السلام عليكم. العلم نور والجهل ظلام، هذا هو ما نؤمن به احنا كمسلمين، ان العلم هو مصدر المعرفة. اذا على ضوء هذه المعرفة سوف نذهب لنعرف ما هي مستويات الأمية في دول شمال افريقيا، اذا في الدول الإسلامية العربية الأمازيغية التي تقع في شمال إفريقيا، ونشوف أن الجزائر هي من حيث نسبة الأمية هي الأضعف نسبة أمية، إذن هي في المرتبة الأولى من حيث التدريس والتعليم، يعني هي فيها 7% من الأمية في الجزائر. تأتي في المرتبة الثانية هي ليبيا، ثم الدول الأخرى نشوف أن نسب الأمية متفاقمة في مملكة البرغواط الشريفة التي استدعتنا بدعايتها دولة مملكة 14 قرن، هذه التي تتهجم على الجزائر ليل نهار، يقولون أن الجزائر سوف تنقسم، والجزائر هي صنيعة فرنسا، ونصف الجزائر هو تابع إليهم والنصف الآخر يتابع تونس. حتى الأزواد اللي يعني أصولهم عرب أو أمازيغ في جنوب الجزائر، وجزء منهم كبير الأكبر هو في مالي، قال لك نصف الجنوبي تاع الجزائر تابع للأزواد، وليبيا عندها حقوق في آبار الغاز والبترول في حسيم سعود. إذا هذه الدولة الحالمة التوسعية التي تحلم أن تتوسع على حساب الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا، وتحلم بنهر السنغال، و يعني تتهجم بكل غباء، يعني بغباء وجهل يعني مدقع، هذا دليل على جهلهم. والأرقام تؤكد ذلك، تؤكد بأنه 30% من نسبة الشعب في هذه المملكة هو أمي، وهذا دليل على جهلهم. وكل ما يقولونه حتى يعني المحللين توهم، يعني وش تقولوا يعني محلل ليعتبر مدير مركز الدراسات الأطلسية، ويعني هو مدرس في الجامعة وعنده منصب رسمي ويتكلم بكلام غبي إلى أبعد الحدود، يخلط بين الأحلام وبعض المعطيات المفبركة، كلام هذا اللي يسموه سمانا سليبي، هذا يعني عنده منصب رسمي ويتكلم بكلام أغبى الأغبياء، يعني شيء رهيب هذا المستوى تاع الغباء في هذا العباد. يعني يقول لك الملوك إذا يعني حكموا بلاد جعلوا سفهائها هم وجهاء وأسياد، وجعلوا وجهائها وحكمائها أذلاء. هذا هو حال المملكة هذه. خرج واحد النهار خرجت علينا هذه مديرة الخزانة الملكية، قالت لك عندنا ملفات وعندنا وثائق في الخزانة الملكية تثبت بأن نصف الجزائر هي تابعة للمغرب للأقصى، يعني هذه مديرة الخزانة الملكية، يعني منصب رسمي تتكلم باسم الملك وباسم المخزن، تتكلم وتتفوه أنهم عندهم سنوات عشرات السنين لم يكن لهم ولا وثائق، اليوم أصبحت لديهم خزانة نتاع الوثائق المزورة، هي وثائق مزورة
فبركت في باريس في مخابر تزوير التاريخ في باريس. احنا لا بالنا كلش، يعني يزوروا الصور ويزوروا الوثائق ويزوروا ويجاو يغيطوا بهم، لكن ما ظهر عليهم ولا من ذاك الوقت، يعني من ذاك التصريح نتاع مديرة الخزانة الملكية اللي عندها خزانة نتاع الوثائق المزورة، لم يظهر ولا وثيقة منها. ومن بعد يجي الملك يبكي ويرمي يده ويلح يده، يطلب الأخوة ويطلب لا ريكونسيلياسيون. هذا أمر غير يعني غير منطقي، هذا قمة تاع الغباء. ويحسبون أن الآخرين هم الأغبياء. المهم هذا هو الدليل هنا، هذا التصنيف وهذا التقرير نتاع منظمة الأليسكو، منظمة العربية للعلوم والثقافة، منظمة الأليسكو هي اللي دارت هذا التقرير تاع 2023 على نسبة الأمية في دول شمال إفريقيا. احنا نشوف مستويات الأمية في دول شمال إفريقيا، وهذا هو المستوى نتاع هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره الذي فرضت عليه هذه الأمية 30%، يعني مستوى كبير جدا. يعني مش وكاين فيه تقارير خرج، يعني صدر من عندهم يعني من مخزن، يقول أنه 350 ألف طفل غادروا مقاعد الدراسة في المغرب في السنة الماضية. 350 ألف طفل، يعني نسبة يعني لا ديبرديسيون تاع الأطفال تاع الدراسة نسبة كبيرة جدا. 350 ألف تقريبا، يعني ثلث مليون، ثلث نتاع مليون نسمة تاع أطفال خرجوا وغادروا المقاعد تاع الدراسة يعني بدون مستوى. وهذا كل 350 طفل أكيد سوف يغذون الصفوف نتاع الأطفال اللي نتاع السياحة الجنسية والمغرر بهم يعني، والأطفال الذين سوف يستعملون في أبشع طرق يعني عمل سوق العمل نتاع الأطفال بكل أنواع يعني les abus, ils vont être abusés avec les enfants. Ils vont être abusés avec les enfants. Ils vont être abusés. Mais عندهم القراية إلا في الآخر، يخرجوا صغار يلقاو عالم الشغل وعالم الدعارة وعالم يعني شيء رهيب راه يصرى في هذه المملكة. 350 ألف في سنة واحدة في سنة 2022، أمر رهيب. الله يعني يفك الأسر نتاع هذا الشعب المطحون هذا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تسقم الحال نتاع هذه الشعوب الأمة الإسلامية. في الأخير نذكركم أنه الصحراء الغربية المعطيات التي تخص الصحراء الغربية غير موجودة. ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.